نداء للبطالة القزرنية. بالنسبة لي أنا راهو اليوم باش نعمل ثورة وحدي. كانت هذه الكلمات الأخيرة للمصور الصحفي عبد الرزاق الزرقي قبل أن يقوم بإحراق نفسه احتجاجا على تردي الأحوال المعيشية في محافظة القصرين بتونس. واقعة المصور التونسي أشعلت الاحتجاجات مرة أخرى في محافظة القصرين التي تعاني التهميش والفقر ونسب البطالة المرتفعة. أطراف في تونس حملت حركة النهضة الإخوانية مسؤولية تردي الأوضاع في البلاد عموما والقصرين خصوصا، باعتبارها تتحكم في الحكومة الحالية والتي فشلت في تحسين حياة المواطنين. النهضة الإخوانية حرضت أيضا على قمع الاحتجاجات في القصرين ووصلت بها الانتهازية إلى حد اتهام المحتجين بالإرهاب. وندعو الحكومة وقواتنا في العسكرية والأمنية لوضع خطة خاصة بالوضع الأمني في القصرين، وننهي كل المحاولات اليائسة للإرهاب للانطلاق من هذه الربوع. اتهام المحتجين بالإرهاب كان أحد أسباب غضب المصور الصحفي عبد الرزاق الزرقي قبل انتحاره. إنسان يهبط للشارع باش يطلب حقه في التشغيل يطلعوا لنا إرهاب، معناها اسكت بلع فمك. اللافت أن النهضة لم تعتبر ضحايا الفقر في تونس شهداء، بينما اعتبرت أفرادها الذين توفوا بسبب المرض شهداء، في مفارقة أثارت سخرية الشارع التونسي. كذلك ترحمنا في هذه الدورة على شهيد جديد من شهداء حركة النهضة، الأخ زهير الكلاعي من جهة الكاف. هذا الشهيد توفي في 15 ديسمبر 2018 بعد صراع طويل مع مرض السرطان عافاكم الله. فهل كانت النهضة أحد أسباب انتحار الصحفي التونسي؟